إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لشرح استراتيجية وزارة التعليم في الفترة المقبلة وبعض التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية في العام الدراسي الجديد وكيفية مواجهة تحديات التعليم في مصر خلال العام الدراسي الجديد والتي من أبرزها كثافة الفصول وعجز المعلمين وأيضا ارتفاع نسب الغياب في المدارس وإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة. وزير التربية والتعليم أكد على وضع استراتيجية لمواجهة العجز في عدد المعلمين واستكمال تعيين 30,000 معلم والتعاقد مع 50,000 مدرس بالحصة وأكد كذلك أيضا على زيادة عدد أيام التدريس إلى 31 أسبوعا والحصة إلى 50 دقيقة وأكد أنه سيتم إعادة تقسيم أعمال السنة الدراسية للطلاب لتحفيزهم على الارتباط بالمدرسة والقضاء على ارتفاع نسب الغياب في المدارس وأكد على استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30,000 معلم وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين وأيضا أعلن عن تطبيق نظام جديد للثانوية العامة بدءا من العام الدراسي الجديد 2024-2025 يخفف العبء على الطلاب ويواكب النظم التعليمية في دول العالم وأكد أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا ويخدم 25 مليون أسرة. أكد أيضا الحاجة إلى 250 ألف فصل جديد و469 ألف معلم لمواجهة العجز وأن الهدف هو تقديم نموذج تعليمي يضاهي النماذج العالمية. تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة نيفين شحاتة مسؤول ملف التعليم بجريدة الأهرام. برحب بك أستاذة نيفين. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يعني بالتاكيد عدد كبير من اولياء الامور يعني كانوا يعني في انتظار هذا المؤتمر الصحفي الهام الذي اعلن فيه وزير التربيه والتعليم عن استراتيجيه الوزاره لمواجهه كثير من تحديات المنظومه التعليميه في مصر، يعني برايك ابرز النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر؟ الحقيقه طبعا المؤتمر ده كان هام ويعني ضروري جدا في هذا التوقيت خاصه ان كان خلال الفتره اللي فاتت وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بيجري عده جولات في اكثر من محافظه للوقوف على المعوقات اللي بتعوق يعني تطوير العمليه التعليميه وابرزها طبعا ارتفاع كثافات الفصول وتحديث البنيه التحتيه والعجز في اعداد المعلمين. الوزير طبعا طرح خطه الوزاره لاعاده هيكله المرحله الثانويه ودي المرحله اللي بتشكل عبء كبير على الاسره المصريه وطبعا شرح فيها باستفاضه تخفيض عدد مواد واعاده تصميم محتوى علمي ومعرفي للتخفيف عن اعباء الطلاب وايضا دمج مناهج زي الكيمياء والفيزياء في ماده واحده اللي هي العلوم المتكامله واللغه الاجنبيه الثانيه والجيولوجيا وعلم النفس دي مواد نجاح ورسوب ولكنها خارج المجموع. طبعا الوزير استعرض كمان هذه الخطه تم الموافقه عليها من اطراف المنظومة التعليمية بعد حوار مجتمعي شمل أطرافها خلال الأسابيع الماضية ويمكن كانت جولات الوزير كلها يعني تتضمن لقاءات مع المعلمين ومع المسؤولين في الإدارات والمديريات التعليمية للوقوف ومناقشة هذه الأمور جميعا. طبعا هي الهدف من ده كله أن يعني يتم تقليل عدد المواد الدراسية اللي بيمتحنها الطالب بحيث ان هي يعني كما ذكر سياده الوزير ان في يعني احنا عندنا 32 ماده في يعني انظمه تعليميه اخرى اجنبيه وبتدرس في مصر بيبقى عدد المواد فيها من 8 ل 16 ماده ففي فرق كبير في عدد المواد وده هيسمح بان يعني يبقى في الحصه نفسها هيبقى فيها يعني ماده تدريسيه مكثفه بحيث ان الطالب يستفيد بالفعل من حضوره في المدرسه طبعا ويتكلم برضو على ازاي نعيد الطالب مره اخرى للمدارس وازاي ان يبقى في عوامل جذب للطالب وان هو يكون مشارك وليس متلقي فقط يبقى مشارك في انشطه ومشترك في نعم النواحي التعليميه والتدريسيه
طبعا هو قال الكلام ده كله هيطبق من العام الدراسي المقبل، ويمكن كان في عده استفسارات عن الثانويه العامه البعبع اللي بيخوف كل الناس. صحيح، يعني نتوقف بالفعل عند نظام التعليم الثانوي الجديد، لانه الوزير اعلن عن تطبيق هذا النظام الجديد بدءا من العام الدراسي المقبل. يمكن بيكون هناك يعني تردد عند كثير من الاسر واولياء الامور، هل يعني يكمل ابنائهم الثانويه بدءا من اولى ثانوي في المدارس التابعه لوزاره التربيه والتعليم، ام ينتقلوا الى مدارس دوليه للهروب من عبء الثانويه العامه؟ يعني بعد ما قيل في هذا المؤتمر، رايك ايه استاذه نيفين؟ احب بس اكد مع حضرتك فيما يتعلق بالمواد اللي احنا قلناها، سواء مواد هتبقى خارج المجموع او مواد يعني هتدمج مع بعض، ده هيطبق من العام الدراسي المقبل. نعم. بالنسبه ده طبعا من اولى لثالثه ثانوي. بالنسبه للثانويه العامه تحديدا، هو قال ان في اليات مختلفه، حتى لو احنا بنتكلم في تطوير مشروع مستقبلي، طبعا الكلام دوت هيتبعه ان يعني هيبقى في تعدد مسارات وفي امور اخرى، بس ده هيطبق بعد سنتين او ثلاثه، لانه لازم ياخد الموافقات التشريعيه اللازمه. لكن اللي هيتم هذا العام هو ان هيتم دمج بعض المواد، وهيتم مواد هتبقى خارج المجموع، فده هيخفف شويه من على الاسره الفطريه ومن على الطلاب عبء ان يكون في كم كبير من المواد التعليميه. طبعا الامور دي كلها هيتم يعني مناقشتها مع الادارات والمديريات التعليميه وتدريب المدرسين عليها، علشان تبقى جاهزه قبل بدايه العام الدراسي المقبل. تمام. طيب، ما يتعلق بمشكله ارتفاع نسبه الغياب في المدارس خصوصا في الثانويه العامه، لانه طبعا كثير من الطلاب يلجأوا الى الدروس الخصوصيه او مراكز التدريس خارج المدارس، يعني ماذا قال الوزير بالنسبه لمواجهه هذا التحدي او حل هذه المشكله؟ هو بس عفوا كنت عايزه ارد على سؤال حضرتك السابق اللي خاص بتقليل عدد المواد والدمج ده، يعني هيبقى اقرب، التعليم بتاعنا هيبقى اقرب للتعليم في الشهادات الاجنبيه اللي بيبقى فيه اقبال كبير عليه من اولياء الامور. نعم. لالحاق ابنائهم بيه، فهيلاقوا ان ما فيش فرق كبير ما بين هذا النوع من التعليم والتعليم بتاع الشهادات الاجنبيه. تمام. بالنسبه لحضرتك السؤال الثاني، معلش، ما يتعلق بارتفاع نسب الغياب في المدارس بسبب لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية خارج الحضور في المدارس، يعني أو الانتظام في الدراسة. هو الوزير يعني أجاب على هذه النقطة تحديدا، وقال إن التطوير اللي بيحدث دوت بالتالي هيخلي فيه إقبال من الطلاب على الحضور للمدرسة، وإنه هيستفيد من وجوده في المدرسة بصورة أكبر، خاصة إن مسألة يعني ارتفاع كثافات الفصول دي ليها حل من وجهة نظر الوزير بالمناقشة مع المسؤولين المعنيين، إن هيتم توفير فراغات بصورة أكبر بحيث إن الطالب يقدر يحضر كثافة الفصل ما تزيدش عن 50 طالب، وقال إن الكلام ده يطبق من العام الدراسي الحالي. وأيضا هيبقى في يعني مسألة عجز المدرسين دي هيتم السيطرة عليها من خلال عدة أمور، من خلال تعيينات جديدة، من خلال التعاقد مع المعلمين بالحصة، أو من خلال كمان الاستعانة بالمعلمين القدام. نعم، أشكرك أستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بجريدة الأهرام، وينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة زميل أحمد أبو الحسن مراسل أنين للأخبار. أحمد، يعني أطلعنا على أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير التعليم من خلال متابعتك. يعني بالفعل زميلي أحمد، هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، والذي سلط الضوء على العملية التعليمية وملف التعليم وتطوير هذا الملف اللي يتواكب مع المستجدات التعليمية المحلية والعالمية. بالتأكيد كان هذا الملف مليئا بالأسئلة ومليئا بالنقاط الهامة التي تمت إثارتها خلال هذا المؤتمر. السيد وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف أجاب على العديد من الأسئلة حول رؤيته ورؤية خطة الوزارة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة للنهوض بالعملية التعليمية، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بهذا الملف بشكل كبير لبناء الإنسان المصري علميا وثقافيا. تحدث هذا المؤتمر عن
المعلمين وأزمة المعلمين والكثافة الطلابية في الفصول وغيرها. هناك تأكيد من وزير التربية والتعليم بأن الفترة القادمة إن شاء الله والتي تضمنتها خطة الوزارة سوف تقضي على العديد من التحديات التعليمية وعلى رأسها الكثافة التعليمية، كثافة الطلاب في الفصول. هناك تأكيد على أن الفترة القادمة إن شاء الله سوف يتم وضع آلية لحل هذه المشكلة بشكل كبير، بحيث أن الفصول يعني ربما لا تتعدى 50 طالب في الفصل. أيضا القصور والعجز في بعض المدرسين في أيضا في الملف التعليم، أكد وزير التربية والتعليم بأن هناك أيضا هذه العملية أو هذا التحدي سوف يتم القضاء عليه خلال الفترة المقبلة. فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، هذا الملف أيضا أكد وزير التربية والتعليم بأن العودة إلى المدرسة أو عودة الطلاب إلى المدرسة خلال الخطة التي وضعتها الوزارة خلال الفترة القادمة إن شاء الله سوف تجعل من أولياء الأمور يتجهون إلى يعني ذهاب أبنائهم إلى المدرسة والعزوف عن الدروس الخصوصية التي أنهكت الكثير من الأسر المصرية. يعني أكد وزير التربية والتعليم على أن هذه الفترة وهذه المشكلة سوف يتم تلافيها خلال الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها الوزارة. هناك أيضا تحدث وزير التربية والتعليم حول المرتبات ويعني المرتبات التي يتقاضاها المدرسين والمعلمون في هذه في العملية التعليمية، بأن هناك سوف يكون آلية جديدة ونظرة جديدة للمدرس خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. عن كثافة الفصول تحدثنا، عن الملف الخاص بكثافة الطلاب ويعني عجز المدرسين. من ننتقل أيضا إلى أيضا ملف يعني جزء أو نقطة أخرى وهي تطوير المناهج التعليمية. أكد وزير التربية والتعليم بأن المناهج التعليمية سوف يتم تطويرها خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل إن شاء الله، حتى تتواءم مع المستجدات التعليمية الحديثة سواء في يعني في الوطن العربي أو في على مستوى العالم، من ناحية اللغات ودمج بعض يعني إضافة بعض اللغات المختلفة. هناك أيضا دمج لبعض المناهج، يعني مثال على سبيل المثال الكيمياء والفيزياء وغيرها. هناك أيضا آلية جديدة لوضع مناهج تعليمية جديدة يعني تضمنتها الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية في مصر. النهوض ب يعني أو تطوير المناهج التعليمية ربما يأتي على رأس هذه الخطة بشكل كبير، لأن هذه النقطة تحديدا هي أهم أو رعاية العمود الفقري الذي يعتمد عليه أو تعتمد عليه العملية التعليمية. فيما يتعلق أيضا بالملف الخاص ب أو النقطة الخاصة بالتعليم الفني، هناك أيضا تأكيد من السيد الوزير بأن التعليم الفني أيضا سوف يلقى اهتماما أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة، لأن المستجدات التعليمية الحديثة في مصر وفي العالم تحتاج إلى تعليم فني أكثر بكثير من التعليم العام، حيث أن سوق العمل ومتطلبات سوق العمل في مصر وفي الخارج تتطلب إلى التعليم الفني. هناك أيضا ملف الصناعة والذي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن هذا الملف سوف تضعه الدولة من أولوياتها وأنه سوف يقود التنمية، ملف التنمية الاقتصادية في مصر بالتأكيد يتطلب الاهتمام بشكل كبير بالتعليم الفني. لذا جاءت هذه الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم متضمنة هذا الأمر والاهتمام بالملف الخاص بالتعليم الفني. أيضا في إعادة الدرجات وإعادة تقييم الدرجات، أيضا هناك أيضا آلية جديدة وضعتها الوزارة لهذا التحدي أيضا. ونقطة هامة أيضا ربما يعني لا يفوتنا أن نتحدث عنها، وهي عودة أيضا أعمال السنة للمدارس وعودة، وهناك درجات سوف يتم أيضا وضعها لأعمال السنة وامتحانات دورية ومستمرة للطلاب في المدارس، حتى يتم أيضا يعني جذب الطلاب إلى المدرسة بشكل كبير والعزوف عن عدم الذهاب إلى المدارس، وأيضا الاتجاه إلى الدروس الخصوصية سوف يتم القضاء عليه من خلال هذه النقطة الهامة التي أكد عليها الدكتور السيد وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء. نعم، شكرا لك زميل أحمد أبو الحسن، كنت معنا مباشرة من مقر
مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في متابعة للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، ومتابعتنا متواصلة على مدار اليوم. كونوا معنا دائما على شاشة النيل للأخبار.